أعلنت وزارة الحج والعمرة عن السماح للأطفال من 7 أعوام وأكثر باستخراج التصاريح ودخول الحرمين الشريفين. وأوضحت الوزارة أنه يشترط استخراج التصاريح ودخول الحرمين الشريفين 7 أعوام فما فوق مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا. وشددت الحج والعمرة على أن المدة التكرارية لأداء العمرة هي مرة واحدة كل 10 أيام، وحول ما إذا كانت هناك ترتيبات لتغييرها خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. أوضحت أنه في حال وجود أي تحديث فيما يخص المدة التكرارية سيتم الإعلان عنه في حينه.